Dat is voor jou, dat is voor Jamila. واش كديري هنا في هاد السونتر؟ تنقراو ندي السوايع، تنزيدو هنا السوايع وفي العطلة تنقراو تنزيدو الأنشطة الموزية، وفي العطلة تنمشيو للمخيم والرحلات. فوالا أنا ما كنعرفوش مخيم، شنو مخيم؟ المخيم تنمشيو تماك تندوزو عطل، ندوزو العطلة تماك و أنت كبير هنا، أنت كبر منهم، ياك؟ لا كاين دي هذاك شحال عندك؟ مازال ها؟ شحال عندك؟ في عمري؟ عندي 15 طرا 16 ان شاء الله. نجيب راه في السونتر اليوم، ولكن انا الحمد لله تلاقيت مع واحد المرأة ما عمرها ما قرات في حياتها ملي كانت صغيرة، واليوم غادي تشوفوها تبارك الله عليها راه نجحات وجابت الدبلومة الحمد لله. وشحال من عام وانت تقراي؟ عامين هاد. وكيف جاتك القرايه؟ زوينه اللهم لك الحمد، كيقراونا نت الحاله نتابعينا النت مزيان تبارك الله، القران وكلش اللهم لك. كيفاش المراه كتجي هنا؟ المراه كتجي هنا، حنا كنمشيو عندهم في الحي والدواور فاش كيسكنوا، هاد الاحياء اللي كيكونوا فيهم نساء كثار واميات وفقراء، كنمشيو عندهم تمايا وكنقولوا لهم بان كاين واحد المركز الا كنتو محتاجين له ممكن تجيو عندنا، الا كان وقع لكم شي مشكل قانوني ولا تعدى عليكم شي واحد ولا ضربكم شي واحد حنا كنوقفوا معكم، كنمشيو معكم للمحكمه، كان عندنا محامي وعندنا ناس اللي كيعاونونا وكنوقفوا معاهم حتى كنحلوا لهم المشاكل ديالهم القانونيه. وراجلك سمح لك باش تمشي للمدرسه تقراي؟ اي سمح لي، قال لي الحاجات كملي شغلك وسيري تقراي. هذا دابا كانت معلقه شي بلاكه ما كانوش عارفين الطريق، ومعلقه شي بلاكه في الطريق تتقرا وتتعرف الطريق. اما زمان الطريق كيعرفوا داك الشيء؟ لا زمان ما كانوش يعرفوا، دابا في هاد الوقيتة حيت خرجوا هاد الجمعيات بقاو تيعرفوا. كيفاش هما كيتعاملوا بها؟ حنا عندنا معاهم واحد العلاقه كبيره، عندنا معاهم ما كنخدموش معاهم غير في هاد الشيء، كنخدموا مع الدراري ديالهم، اذا عندهم هما واحد الارتباط كبير. اش كيديروا هنا الاولاد؟ الاولاد هنايا الدراري الصغار، هادو الدراري اللي تاهما في حالتهم فقراء ضعاف، كيجيو هنا كنديروا لهم كنقربهم كنديروا لهم الانشطه ديال الترفيه، كنديو المخيمات، كنمشيو معاهم المدرسه، كنديروا لهم انشطه، كنعاونوهم في الكتب، كنعاونوهم في اي مشكل وقع لهم، كنمشيو للطبيب، كنديو الاطباء، اي حاجه وقعت لهم كنحاولوا ما يمكن نحلوها لهم. غادي نرسم واحد الطفل، غادي نرسم واحد الطفل هو التشغيل، معرض للتشغيل. علاش؟ لا دابا هو غادي يفكر في المدرسة. نجح في دروس نحوي علميات. بالك ما عنديش بلاك شخابي كوبا.